مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة خاصة بسلسلة البيتون. باهي اليوم باش نحكو تقريبا كملوا نحكو على السانتاكس. آخر حلقة بدينا في السانتاكس البايثون سانتاكس. باهي كما تشوفوا هنا في المثال اللي عنا الإيف اللي هي كما قلت لكم قبل الإيف شنو الفايدة متاعها؟ تعمل بها دي تيست معناها بالالغوريتميك هي سي الور. لهنا شنو يعمل في البايثون؟ إيف باش يعمل لك مقارنة متاع خمسة واثنين، كان الخمسة أكبر من اثنين الدو بوان هذه يعني الور يعني ذين. إذا وقت اللي التيست متاعي فري يعني السانك أكبر من اثنين شنو باش يصير؟ باش يعمل افيشاج ميساج كيما قلنا البرنت هي تعمل افيشاج متاع ميساج على الإكران برنت، والميساج اللي نحبه يظهر لي على الإكران اللي هو هذا 5 is greater than 2. بهي هذه الانستريكسيون الأولانية. الانستريكسيون الثانية كما قلت لكم حكينا الحصة اللي فاتت على الاندونتاسيون اللي ما خذيش فكرة على الاندونتاسيون وإلا ما يعرفهاش ينجم يرجع للفيديو اللي فات إن شاء الله باش نحطه في الليام تاعو في الديسكريبسيون. اللي ما تفرجش على الدرس الاولاني نتاع السلسله هذه البيتون يرجع يتفرج على الدرس الاولاني باش يفهم الاندونتاسيون اش معناه. باهي دونك لهنا اف خمسة اكبر من اثنين الور نعمل اندونتاسيون بالتابيلاسيون والا نعمل اسباس صغير لهنا هذيك تتسمى الاندونتاسيون باش يعتبر اش معناه الاندونتاسيون باش يعتبر لي زانستريكسيون هذم هما فوسط الايف يعني لي زانستريكسيون باش يكزيكيتيهم وقت اللي تكون الخمسة اكبر من اثنين. واضح هذاك اش معناه اندونتاسيون. باهي الانستريكسيون هذه باش يعمل لك ميساج 5 is greater than 2. لهنا المشكلة عمل اسباس اخر اللي هو تتسمى اندونتاسيون لكن غالطة لهنا. دونك لهنا من المفروض يخرج لك ايرور. تو نجربو نحنا بالتراي ايت يور سيلف لهنا وباش نشوفو ليكزيكسيون كيما شفتو لهنا باش يطلع لك ايرور. علاش المشكلة لهنا؟ لو نحذف الانستريكسيون هذه ونعمل ران باش يمشي لي مريقل ليكزيكسيون باش تمشي مريقلة وما يصير حتى مشكل. او لو كيما تشوفو الميساج اللي ظهر لي على ليكرون 5 is greater than 2 باهي باش نرجع الميساج هذاك. علاش لهنا المشكلة في شنو؟ المشكلة كيما قلت لكم في الاسباس هذا لهنا. هذا هو من المفروض باش تمشي لك الخدمه مريقله لاندونتاسيون لازم تكون صحيحه. اش معناها؟ معناها انت لي زانستريكسيون اللي باش تكزيكيتيهم في وسط الايف لهنا لازمهم نفس النيفو تحت بعضهم. واضح؟ اذا هذه لازمها ترجعها نفس النيفو مع البرنت الاولانيه باش يمشي لك ليكزيكسيون صحيحه. نجربو تو باش يطلع لك دو ميساج لهنا معاودين مارتين او انه كيما تشوفوا. واضح يعني لاندونتاسيون اللي هي هذه راي شفتوا لهنا الاسباس صغير نجم نعمل معناها اندونتاسيون نكبر فيها ونعمل ليكزيكسيون لهنا مش باش يصير حتى مشكل. المهم لاندونتاسيون لهنا تكون ميم نيفو. اش معناها ميم نيفو؟ معناها اللي مثلا عندك 100 انستريكسيون تحب تكزيكيتيهم في وسط الايف لازم الكل يكونوا نفس نيفو مش واحد نيفو هكا والاخر نيفو مقدم عليه والاخر راجع يخرج لك ايرور. واضح علاش البايثون عنده حاجه اسمها اندونتيشن والا اندونتاسيون يخدم به اللي هي كنت فسر لكم فيها. هذه حاجه بالنسبه للي فاريابل تو باش نحكوا شويه على اللي فاريابل اللي هي بالطبيعة عندك لهنا كل عنوان فيه لكن باش نحكو كنبذة صغيرة على لي فاريابل. باهي لهنا لي فاريابل شنو هما لي فاريابل؟ الفاريابل هما نقولو نحنا مثلا انت كي تجي تشرب الماء تحط فيه كيس، الكيس هذاك حطيت فيه شنو؟ حطيت فيه ماء يعتبر بالنسبة لنا نحنا فاريابل. يعني الفاريابل هو شنو؟ هو حاجة، هو فراغ تحط فيه أو إسباس تحط فيه حاجة، تحط فيه محتوى كيما الكيس نحطو فيه الماء. الفاريابل تحط فيه حاجة مثلا لهنا شنو حط فيه؟ حط فيه خمسة.
الفاريابل الثاني الايجريك حط فيه ميساج اللي هو هيلو وورد، واضح؟ يعني الفاريابل هو اسباس ميموار تحط فيه دي زيليمون، كيما ينجم يكون عدد، كيما ينجم يكون شيندو كاركتير، كيما ينجم برشا حوايج، فهمتني؟ هذا اش معناها فاريابل باختصار. باهي، في البيتون زادا تنجم تعمل دي كومونتير. اش معناها دي كومونتير؟ كي تجي تكزيكيتي مثلا، خلينا نعمل تراي ايت يور سيلف ونشوف شنو باش يصير لهنا. ثم حاجه لهنا مكتوبه ذيس از كوماند. اش معناها؟ مثلا وقتاش تحتاج الكومونتير؟ اول حاجه انه الكومونتير كي تحط انت تحب تعمل كومونتير، تعمل دييز وتكتب الكومونتير نتاعك، هذه اول حاجه. اش معناها كومونتير؟ الكومونتير وقت اللي انت تكتب الدييز هذيك، الكومبيلاتور اللي باش يكومبيلك يعمل الكومبيلاسيون تاع البروغرام والا لي انستركسيون اللي خدمتهم انت، يعمل له انيوري. اش معناها انيوري؟ معناها يعتبر الكومونتير هذاك حاجه مش موجوده، ما يحسبهاش انستركسيون، واضح؟ يعني جيست باش تكتب ميساج تفهم به الكود نتاعك ولا باش تنظم به الكود نتاعك. مثلا تنجم تكتب ماي فيرست انستراكشن، لهنا اللي هي هذه. كي نعمل الاكزيكسيون مش تيتبدل حتى شيء، لهنا جيست باش يحط لي الميساج هلا وورد نفسه. لهنا علاش الكومونتير؟ الكومونتير الكومبيلاتور ما يعملوش الاكزيكسيون، يعتبر الكومونتير حاجه مش موجوده في البروغرام. جيست شنو الفايده نتاعها؟ الفايده نتاعها انك مثلا عندك تحب دي انستركسيون كيفك تعمل لهم اكسبليكاسيون، تحط قبلهم كومونتير والا بعدهم كومونتير. هذيك الفايده نتاع لي كومونتير باش تنظم انت السنتاكس والا تنظم البروغرام نتاعك بدي كومونتير. كل مثلا اربع سطور ولا خمسه سطور تكتب عليهم كومونتير شنو خدمت فيهم، باش اكيد مثلا نقولوا نحن البروغرام نتاعك يخدموا به برشا اشخاص ولا دي ديفلوبر. كي تجي انت تعطي البروغرام نتاعك لشخص اخر يفهم الكود نتاعك وشنو عملت وشنو ما عملتش، شنو عن طريق شنو؟ عن طريق لي كومونتير اللي عملتهم انت اللي كتبتهم هذوك، فهمتني؟ تقريبا حاليا باش ما نطولش عليكم، هذه الحلقه الثانيه من سلسله البايثون، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو كان عجبكم، لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم وإن شاء الله في حلقة قادمة.